شتو هذاك الطبيب؟ هذاك هو سبب الفيروس اللي في الناظور. هذاك الصغير هذاك اللي دار كرافتا، وين يقاثي اصبيبي اصبيبين ذولني سبب المرض، ذولني دي السيف الرهراش غن نضوع. السلام عليكم اي سماء، ما مش جانت اي سماء اقاو مضبي بني. اذا نغدي السيف الرهراش اي قاث انا الله عليك، وانا نقولها لك حسبنا الله ونعم الوكيل. وما سيهرش يوقات يا ويغاو ضبيب، وما سيوس دي فرنسا ومي يوس دي زايم ماس ومي هموت يماس وسين دي وذاني ناد عزان مارا يوذاني نيقاين عبو عشرين واحد مارا يرقفيثن يرقفيثن رعدو اي قاوم ضبيب مني جا يشوف امو قاسو المرض بقى في الدار، خوه ما بقاش يديه للسبيطار بقى يداويه في الدار. ها هو خوه شتوه، ها هو هذاك الصغير فيهم. المهم واحد فيهم طبيب الصغير فيهم اللي الطبيب ولا ما ولا المهم راه كاين الطبيب. اشوف الناس قالوا ما تسلمش، هو عطى يدو يسلم زعما الطبيب طبيب. اش غادي نقول لكم؟ المهم نخليكم دابا نهضر معاكم انا. ها هو ها هو الطبيب، ها هو الطبيب راه عطى يدو الطبيب راه تما الصغير فيهم، مي هذاك راه عطى يدو يسلم. حنا قالوا ما تسلموش، مالكنا قالوا ما تسلموش. اش غادي نقول لك اولدي؟ ها هما ها هما ها هما اللي دخلوا المرض الناظور، اللي دخل المرض الناظور ها هو. او ندي السيف من الهرش النظرة اقاومت اضبي بني ام زيان ديني يا غيري، واني دينا مقلقة يتسجى مقال ديريكتوار من يعنى من اش غايني غوليدي؟ حسبنا انا ما حسبنا الله ونعم الوكيل. نظوة كان صافي ما فيه لا مرض لا والو، شكون دخلو؟ دخلو الطبيب. وانت من لالك اوليدي تصفري باسكو ما كانش عندنا المرض. هذاك السيد اللي عنده 80 عام برا دخل لدارو، ها هو لو كان مشى بالخف لو كان حتى هو الدواء 80 عام والدواء. الولد الصغير جا ما بغاش خوه يديه للسبيطار، خلاه في الدار. مات تمو بقاو تعانقو تسالمو، قلت لكم ما تعانقو ما تسالمو، بعدوني قجوني اقجن تخافي بعد نتايا خمي راهي في غرحار قارب انتي دغاري تجم تخافي عنق نتايا وسعوني بعدوني ما تسلموش عليا ما تقوش عليا ما تدخلوا عندي بعدوني ما عندي ما ندير بيكم ما بغيتكمش في هاد الايامات. الله يعاونكم. هو مش تعنق تسلم مو مات بالمرض نتاع الله، هو مشى كيتعانق. ها هو 24 واحد دابا احنا كلشي مبلع. هذاك الفيلاج فرا عين 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 الشيخ إذو ما راه يبلع واز ما دينا حد يسوق ما من اللي تسوق المساكين صازقنا ربي نسن بلعنا عليهم بلعوا عليهم. انا كنت كنجي من تما الحوت ما نجمش نمشي، كانوا يجيب تما بايزا يجيبوا البيض ما نجمش نمشيو، كلشي تبلع. الله يعني الله يهنيكم اخوتي. الخبر اللي غادي نعطيكم، بسلام عليكم.